السلام عليكم خواتاتي، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هنا غادي ندير لكم واحد الوصفه كما نقولوا تاع الكفته. بزاف نحنا باش تجيكم تغامركم كما نقولوا، هذه وصفه تاع المحلات السر. هذه جبتها انا، جبتها لكم باش تفيدكم اللي يخدموا بها، بزاف اللي يخدموا لي ساندويتش لي فاست فود. انا هذه الوصفه والله عطاتها لي بنت اختي، راجلها يخدم هاد الصوالح. شدتها درتها انا وكليتها في الامبورغر، عجبتني بزاف، عطاتني هذه الوصفه. قلت والله ما بخل بها خواتاتي ونعطيها لهم. انا عندي، شوفوا هنا شويه خواتاتي، شويه تاع كفته هنا، غير شويه تاع كفته كما نقولوا. راكم عارفين الكفته راهي غاليه، شري فامي يعطيك فتيته. عندي واحد الحل تجيكم تقول كاع ما درتوش فيها لا شابلي ولا حاجه. تبعوا هنا الوصفه معايا. هنا راني دايره خواتاتي شويه تاع البصله، سنه تاع الثوم، راني دايره المعدنوس. دوك نوري لكم لي زيبيس شي يديروا فيها. هنايا غادي ندير، شوفوا هنا كاس تاع لا شابلوغ باش تسكر كيما نقول لكم، كاس تاع لا شابلوغ. لي زيبيس عندي سنكنجبير، شويه سنكنجبير كيما نقولوا على راس المغرف تاع القهوه. عندي الحروف فلفل الكحل، عندي الكركم، شويه تاع كركم. تجي شوفوا شويه، تجي هذيك البنه، هذيك الكفته اللي يديوها تاع لي زومبورغر تاع المحلات هذوك راكم عارفين تاع الله الله. عندي شويه تاع راس الحانوت، ما تستغربوش غادي كي تذوقوها غادي تعجبكم بزاف بزاف، وترجعوا لي في الكومونتير كيما انا ثاني ذوقتها عجبتني غادي تذوقوها نتوما ثاني. عندي الملح هنايا كيما قلت لكم. هنا لا شابلوغ انا درت هاد الكاس خاطرش عندي غير واحد شويه، بغيتو كيما نقولوا تشوط 40 متر كفته ولا ديرها كاس تاع داك تاع اموالي تاع ليمونات. دوك نزيدكم السر تاني باش تجيكم شابه تاني. وهنا خواتاتي هذا هو السر نقولوا. هنا عندي نفس الكاس اللي درت به لا شابلوغ، هنا ما بارد من الكونجيلاتور. هنا ديروا هذا الكاس عمروه ما ودير في الكونجيلاتور، خلوه يبرد بزاف غايه الغايه، وداك كيما نقولوا تعجنوا به داك الكفته تاعكم على هكا. دوك نخلطها كاع، ديروا غير كيما هكا، فرغوها كاع غير بشويه وعجنوها. كيما نقولو تزكيركم، هذه هي الشيء اللي خدمو بها الزومبورغر في المحلات. تحسبو غاديرلكم غير كفته 100%، أنا نقولكم عليها غاية الغاية. أنا بنت أختي قالتلي هذه هي كاع يديروها يخدمو بها كيما هكا كاع. شقد كفته راهي غالية، كلشي راه غالي، يزيدو يديرلكم كفته 100%، هذه من المستحيل. وتجي شابة زعما، ماشي كاسو تاع كفته تاني، تجي تاني بنينة وطرية. اش نقول لكم، حتى الريحه راني نخلط فيها ديك ريحه السكنجبير وراس الحانوت. انا ما كنتش ندير لها كيما هكا في الحق، ندير الملح، ندير غير الحرور ولا خوف. بصح كي ذقتها عجبتني بزاف بزاف، نعجنها كاع بهذاك الكاس تاع الماء كاع بارد شي لك مكلاص. لا ما تخافوش تقولوا قد دارت لها الماء، شوفوا كي تجي. ها شوفوا شحال تغرم، شوف هنا كلشي راه مش مقطعني، كلشي موري قدامكم هكا. ها شوف كانت غير شويه، شوفوا شحال ولات زلافه. عاد كنا تزيدو تكثرو الكفته زعما تغرمكم، راكم عارفين العائلات الله يحسن الحال، شقدهم حبوك 100 كفته ويا ربي. انا دوك كنا تبلتها كاع، دوك نخليها تبرد شويه ونقرصها ونشويها. وراني دايره الخبز امبورغر اللي حطيته لكم في القناه، دوك نعمره في الشيرات ونوري لكم كاع كي جات في الخبز ان شاء الله. هنا خواتاتي صاير جبت نوري لكم هنا الكفته تاعي، شوفوا هنا، شوفوا شويه شحال جات، شوفوا هنا كي جات طريه، جات ما شاء الله. راني شويتها وهنا راني موجده باش نعمر هذا الزومبورغر تاعي، موجده في الفرن مع جوج سلاطه راكم عارفين. هنا جيت نوري لكم شويه هنا الخبز امبورغر تاعي اللي خدمته، بحال خدمته بنتي استعداله التليفون. انا حطيتها في قناه هذا الخبز امبورغر، يجي شبه بزاف بزاف. هي سرعته، شوفوا هنايا، شوفوا كي جاي شباب الشيلات، جا روعه. حطيتها في قناه، شوفوا هنايا، هنايا هذا اللي دايرته بالحليب. هنا اللي ما يبغوش البيض، انا يعجبني اللي بالحليب خير، يجي كيما نقولوا كيما الامبورغر الاصلي. وهذا اللي درته كيما نقولوا درته بالبيض، بس انا من الاحسن نديرها بالحليب يجيني خير. كنا نقسم لكم هنا تشوفوا، نقسم لكم تشوفوا الخبز كي داير من الداخل، راه خفيف كي يرطن
يجي خير من تاع برا. شوفوا هنا كي داير كي خفيف، شوفوا هنا كي خفيف يا جاره ربع شيلات هاو لهنايا. وهادو واحد صغيره التاليه دابا كما يبغي يديروا دي ميني همبرغر يديروا الحبه صغيره. هيا شوفوا هنايا عجبتها، راه يقولوا لهم امي يقول لهم بلي انا درت، راني نقول لهم صافي درت بنتي كلتهم. هي ديروا لها جا في خاطر هذه هي تكون عم تعمرهم. هي انا ما غادي نشيلو ولا تعمرهم توجدهم ومن بعد نوريكم نشوفهم كي سقبناهم وصافي. هي صح صافي خواتي هاتي الخبز اونبور لي زونبورغر تاعي مولاتي. شوفوا هنايا عمرتهم، شوفوا هنا شيلات، شوفوا 30 متر كفته، شوفوا شحال دارت من الاخر. شوفوا هنا كي جاو شابين شيلات، شوفوا جاو ما شاء الله. شوفوا هنا الخبز عمرين هنايا، عمرتهم الفرماج، شوفوا هنا الكفته، السلاطه، مايونيز. راكم عارفين هذا ما يبغوا الدارين، لا ما حنا كبار ما نكذبوش على روحنا نبغوا هاد الماكله. هادو هنا درتهم راجلي، شوفوا هذا ثاني ساندويتش عمرت عليه الكفته، قال لي ديري ساندويتش بالبطاطا والهيسه كما عارفين. هنا درت له فيها هنا حبه بيض على كوك ثاني يجي ما شاء الله. تبغوا تزيدوا ديروا فيها البيض ديروا فيها البيض. انا تفاصوني دايره هذا الخبز تاع الامبرغر اللي دايرته في القناه، هذا من الاول في الفيديو تاعي الاول ان شاء الله. بالك على ربي نعاود لكم الوصفه ان شاء الله. المشتركات اللي دخلوا جدد يشوفوا ان شاء الله هذه الوصفه تعجبهم. هذه هي دوك نوجدوا عشانا، حطوا لي ديت يتعشاو، وما بقالي نقول لكم ماشي لا ديروا لي جيم وكومونتير شابين كيما نتوما، وتهلاو في روحكم. فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.